مخالفة متاع السياقة تحثير حالة كحولية من المخالفات الخطيرة جدا في الواحد. وقمنا احنا بتجارب، هو قبل كان موضوع تابو ما عادش عندنا، معناها ثماش اهم من حياه الانسان في بالطبيعه، هذا كان راس المال. وخدمنا تجربه نموذجيه في ليله راس العام. نعم، ليله راس العام اللي فات، الليله الفاصله بين 31 ديسمبر و1 جانفي، في اطار الشراكه مع القطاع الخاص، نحكيه مع الافتتاح الشركه الجامعه التونسيه لشركات التامين، وقمنا عملنا خطه كامله على ضوء هي عملنا تطبيقه في الهاتف الجوال اي افتيزا وانا سير بونات بونتيان، تدخل عليها اذا كان الواحد، معناه اذا كان المساج اكسيل نتاعها كان اذا شربت ما تسوقش حياتك اهم. وبالتنسيق مع غرفة بورتابل من يديك هذاك اي، هما خلنا نجسم نفسر لك معناه اذا كان تركز على حاجه ماشي راه تنجم تلقى نتائج. وصلنا لل حققنا صفر قتيل، صفر حادث وصفر قتيل، معناها لان ركزنا مجهوداتنا مبنيه على معطيات ومبنيه على شبه استراتيجيه واضحه، معناها وخطه واضحه. وهذا ديما نقول لك انا معناها متفائل خير ومتاكد الاستراتيجيه الوطنيه اللي صغناها باش تقدم بينا ياسر سرتو، خطر تمس جميع المجالات جميع الوزارات جميع المتداخلين جميع العناصر جميع كذا، ومحاورها هامه كانت حتى صحيح. ممكن لذيق الوقت احنا باش نشير لها باش نمر مرور الكرام عليها. عندنا محور العربات، محور البنيه الاساسيه، محور السرعات الامنه، محور النقل متعدد الوسائط، والتدخلات ما بعد الحادث. نعم سي شمس الدين العدواني، شكون يسوق خير من غيره، المراه ولا الرجل؟ انا نشوف في بعض النساء بمال المرأة من أنوثة ورقة وحنان في السياقة، نشوف كذلك نشوف في بعض الأحيان نساء يجهرا وتحب توري روحها اللي هي جميلة وعندها كرهبة مزيانة وتجري، معناها ثم عقدة عند بعض الناس. راهو سي الحبيب انت جواب، اللي سوق خير من غيره أي. هو اللي يحترم قواعد الطرق، هذا هو اي، ولكن ما تجي بصرف النظر احنا في الـ توا واحد يبدا بكهرباء مضخمه هكا يحب يتجاوز الكهرباء الكر، اغزروا لي عندي كهرباء مضخمه اي، ومن بعد سي الحبيب في بيانات المرصد موجوده عندك الاحصائيات حسب الجنس، الـ 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 الرجال يعملوا حوادث اكثر من النساء. ما يعنيش هذا يسوق خير من هذا ولا هذا خير يسوق من هذا، ما نجموش، خاطر يلزمنا ناخذوها في دراسه، يلزمها دراسه علميه وعند واللي سوسيولوج ينجموا يعطونا حتى علاش ما محبتنا مع محبتنا وتقديرنا للمراه لا نحترموها شنو اي بالطبيعه. ماذا بينا ما تجريش برشا يعني شو في عمره هو سي شمس الدين، هو سي الحبيب احنا ديما قلت لك البيانات نتاع المرصد تقول اللي الرجال يرتكبوا حوادث اكثر من النساء، هذا صرف لاتريان ما يعكس حتى شيء، لأنه يلزمك تعمل دراسة خصيصا بالموضوع هذا صحيح.